السلام عليكم. صافي السلام عليكم. مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر معكم من مدينه الدار البيضاء، وبالضبط من مدينه الرحمه. معنا الان متابعينا الكرام ام لواحد الطفل اللي كيبلغ في عمره يعني 4 سنين، يعني مازال صغير الله يحفظه لك هادشي، واللي يعني مشاهدينا الكرام من شلل النسبي، واللي يعني محتاجه الام يعني كيجيها يعني التكاليف ديال الترويض، يعني كيجيها يعني شيء اللي هو مكلف. السلام عليكم اختي. عليكم السلام. عاودي لنا شنو المشكل اللي عند وليدك؟ وليدي كانت جاتو ايموراجي. اها السلام عليكم. السلام عليكم. ولدي كان جاه نزيف داخلي في راسو ملي كانت عنده 11 شهر، كان السبب ديالها كان نعس وطاح، ولكن ملي طاح ضرب لي بحال هنا، هادشي اللي كيقولوا الاطباء وكيقول لك بلا ضرب على راسو وطاح من كان نعس وما بحال هكا شي 8 الصباح بحال هكا وطاح، ملي طاح على راسو. هو هذيك الطيحه فهمتي تسببت لي في داك الشلل النصفي، مشات لي الويتو رجلتو، كان بقى نعستونيت في السبيطار ديال الهاروشي، نعس واحد 3 ايام غير على اساس باش يشوفوا واش الحاله ديالو كتسدعي انه يجري شي عمليه ولا شي حاجه. فحوصات اللي داروا لي غير كانوا كيديروا لي هادو لي بران، وخدوا لي لاناليز تحاليل ديال في النهار الاول صافي، وما بقاو داروا لي لا يعني الحاله ديالو ما كتستدعيش انه زعما كاين يجري عملي. الحاله عاديه يعني ما خفتيش، ما قلتيش بانه غتقدر يعني ان تاثر على يديه ورجليه ولا شي حاجه يعني. لا هو داك الساعه في انفو فاش طاح وقع ليه المشكل، مشات ليه الويده والرجيل، فاش هزيتو بحال هكا ما مالف كيكون هو اكتيف قافز معاك، ما من ناض ما ناض كيبان ليا ماشي فحال ماشي في الحاله ديالو الطبيعيه، بان ليا بحال كيسحب ليا طاح لي زعما تهرس لي من ظهره ولا شي حاجه. ديك الساعه غزيتو جريت بيه وبقيت كنديه ديتو يعني السبيطار اللي حدانا، قالوا لي ديه هذا السبيطار اللي حدانا، قال لي ديه للطبيب الاطفال، طبيب الاطفال كتب لي اغدونونس قال لي خاصك ديه يعني دي بالزربه، ما قالش يا فين صافي. انايا كنت اتصلت بواحد السيده عندها الطوموبيل، حيتاش ما عندناش حنا الطوموبيل، اتصلت بها هي اللي داتنا، بدات كتشوف فين كاين يعني حيتاش اقرب زعما كاين اللي فيه الاشعه وداك الشيء، ديناها المصحه ديال الاجيال مني ديناه، قال صافي بقاو كيديروا لنا داك الشيء ديال زربه زعما زربوا علينا في يعني باغيين غير التكاليف، ما عرفناش حتى الحاله ديالو شنو هي. من بعد قلنا انا فاش يعني اكتشفتي بانه عنده شلل نسبي يعني؟ لا ما مكتشفت حتى حاجه، انا ما عارفاش اشنو عنده. قلت يلاه كتحاولي تعرفي شنو هو عندك، لان ما بقاش كيحرك يديه ورجليه. ما عرفتش حتى مالو هو اصلا، ما عرفتش حتى واش عنده مشكله في يده ولا في رجله، حتى من بعد عاد عرفت. من بعد صافي ما كانش عندهم سكانير وداك الشيء، قالوا لي غادي تنعسي بواحد 2 مليون، غادي تنعسي باش نشوفوا واش يقدر يدخل لك في غيبوبه. صافي من تما كي نديتو ديريكت، ما عنديش انا التكاليف ديال 2 مليون باش نعسو. صافي مشيت الحاله ديالنا على قد الحال الحمد لله. صافي داك الساعه ديتو للسبيطار الهاروشي، سبيطار الهاروشي صافي دوزوه واحد النهار، جلسوا كيشوفوا كيفاش يعني، قالوا لنا غادي نديرو لي سكانر وداك الشيء، بقاو هذوك الاطباء تما كيتشاوروا داك الشيء، قالوا لي حتى النهار الاخر عاد نديرو لي سكانر. فاش داروا لي سكانر صافي جلسوا واحد جلسوا، قالوا لي صافي غادي نشدو. صافي شدو 3 ايام كانوا ما كيديروا لي يعني ماشي زعما ما كيحتاج لعمليه، كما قلت لك ما كان كيحتاج لعمليه لا والو. ملي خرجتو قالوا لي غادي دير ليه الترويض، صافي بقيت كندير ليه الترويض من كان عنده 11 شهر، كنت كنديروا لي حدانا هنايا يعني بالفلوس. شحال كنت يحسبوا لك الحصه؟ كان 100 درهم الحصه. 100 درهم باقا كديروا له الان؟ لا ما بقيتش، قلت لك درت عليها في دوك الايامات الاولى، مني درت ليه شي 5 الحصص ولا 6
ولا كثر كاع بحال هكا هو كانوا خارجين ليا وقال 30 حصه. ملي درتهم ليه بغيت ندفعهم لا سي ان اس اس ما رجعوش ليا صافي. ما كنت انا قلت زعما ما كن ندير لي هذاك المده ونرجعو نعاود نكمل لي معايا سكانيرات وداك الشيء راه ما كيبقاش عندك صافي. التجأت للجمعيات وداك الشيء ها منيت الاوراق ديالو ديال الجمعيات الترويضات وداك الشيء الصغار. دابا ما كديروش للترويض ياك؟ كنت كنت درت لي في اس في حيت كلشي قريب داك الشيء. انت هنا ما درتوش. شحال في عمر الوليد؟ عنده دابا في شهر 10 غادي يقفل 4 سنين. يلا دخلت الراو. يلا دخلتي لا موان يعني كلشي لا كفاش. واخا سميتو دابا في عمره يلا 4 سنين الترويض ما كديرها علاش ما كديرش له الترويض دابا ياك كلشي حنت دابا اخر مره ديتو عند الطبيب هنايا في حي حسني كتب لي خاصو 40 حصه ويكون شي ترويض ديال لا يخدم معاه مزيان يعني الا كنتي غادي يعني كاين امل في العلاج كاين قال لي 80% حتى 50 حتى 80% يعني كاين احتمال انه حنا حيت تبارك الله كيلعب حدانا غير هو يعني خص شويه العلاج وصافي. غير هو الويده ديالو ملي كيبغي زعما كاين يشد بها شي حاجه كيحل حتى لسانو كذا باش كيحل لسانو باش كيدير. هو النوبه الاولى فاش كنطيح كان مش كينعس في الارض يعني مسرح ما كيتحرك ما والو. ملي درت لي هذوك شويه الحصص اللي قلت لك وقال شي 10 بحال هكاك بدا كيعاون راسو. قالوا عليا فداك الترويض قالوا لي هو اصلا تبارك الله اكتيف بدا كيعاون راسو ولا كيحبو واخا حتى الوداد ديالو كيشدها. الوداد ديالو ما كانتش رجعت ديك الساعه النهار الاول. انا نعقد عليك نسالي الهضره يعني كيهضر عادي زعما كيهضر. داكشي اثر لي غير على الويتو ورجيتو هادشي اللي كان. دابا المشكله ملي دخلتو الروض وداكشي يعني يعني معتمد عليا بزاف لما طلعتش لي سريويل ولا كنتي ملبسه سروال تجي ما يعرفش يحلو يعني بزاف الحوايج يعني اللي بغى يحل شي قرعه خاصو اللي يحلها لي بزاف الحوايج. انت وين كتعيشي اختي؟ انا وهاد الوليد وراجلي وزوجك. زوجك ديالك كيخدم ياك؟ كيخدم في واحد لوطيل كيغسل الماعز. واخا الحمد لله يعني كتقاتلوا على راساتكم الحمد لله يعني. هو ما كيتخلصش شي خلصه يعني كيتخلص 50000 ريال وما كتقدوش يعني في ما بين الصاير وكرا وهذا يعني ما كتكفاش ما كتكفاش. واخا السيده ديالك لخوتك المحسنين كنتمنى يشوفوا من هاد الوليات زعما كاين يعني. انا ما عمري زعما خرجت شي منبر اعلامي ولا شي حاجه قد ما بقى فيا هاد ولدي فهمتي بقى فيا كيضيع يعني الوداد ديالو يعني عنده احتمال انه يولي لاباس ولكن الا ما كانتش الماديات ما يقدرش يعني ما قدرش يسترجع الحركه ديالو ديال الوداد ورجله. الله يشافيك يا الله يشافيك يا ان شاء الله. انهم يتصلوا بك عبر هذا الرقم. قلنا خسر رقم التليفون عافاك 07 71 89 22. مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في كما تبعتوا معنا عبر هذا البث المباشر كنا مباشره معكم من مدينه الدار البيضاء. رقم التليفون ديال الام هو 07 07 71 89 22. تقدروا تصلوا بها بالنسبه للناس اللي بغوا يعاونوا الوليد. هي يعني خاصها التكاليف ديال الترويض يعني ما غاديروا لا عمليه لا ديال الترويض. ما كيشرب حتى دواء. ما كيشرب لا دواء لا والو. قال لي الطبيب هذاك الدم اللي كان لي في راسو حيد وبقى غير السيكاتريس ديالو. هذاك السيكاتريس ديالو بالترويض غادي تحيد. اي هو اللي بقى باقي مأثر عليه. هو اللي مأثر عليه يعني الايد رجعات كامله من هنا ورجيلته غيبقى ليها غير صباع. واخا مشاهدينا الكرام كنقول لكم السلام عليكم ونلقاكم ان شاء الله في بث مباشر.